اهدى اهدى بس اهدى اهدى والنبي اهدى اهدى بص صلى على النبي صلى على النبي يا عم سلام. انت راس الكاميرا محترم. اه انت عين الشاكوش بتاعك في البيت ولا ايه؟ الشاكوش شاكوش ايه يا ابني انت بس يا ابني شاكوش ايه؟ اقول لك حاجه، قول شاكوش كده شاكوش شعرك منكوش. ايه ده انت كده؟ اه ده اسمها مطرقه يا شاب، ده معوش شاكوش اللي هي المطرقه الكبيره اللي فيها صعقه ورعد والكلام ده. انزل بقى وانت طرت يا لهوي، انزل عليا اجري امكابي ابيخ انشف تاريخ المصريين. ايوه دي قديمه قوي الصراحه، انا قلت يعني ايه امشيها لك يعني. ماشي طب اقعد بس عليا بس. هو انت جايبني النهارده ليه؟ انا جايبك النهارده علشان في تحدي جديد، والتحدي دوت مش هينفع يتعمل الا اللي كل اللي بيتفرج على الفيديو دوت يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ نسيت والله كان بيعملوا حاجه خلاص كده. انا هقول لك يعملوا ايه، بس هنبدا التحدي، هنبدا التحدي سوا يلا من غير مشاكل. يلا خلاص يلا شباب، كل اللي بيتفرج على المقطع ده انزل دلوقتي دوس لايك واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات، لان اللي هيحصل النهارده ده بيني وبين راس الكاميرا اللي انا ما اعرفوش يعني يستاهل لايك واشتراك. انت بقى عايز تعمل لنا ايه النهارده؟ عايز اعمل لك تحدي جديد، تحدي ما حدش حصل قبل كده في تاريخ اليوتيوب كله، في تاريخ اليوتيوب لعبه الغميضه. هاي وات يا حبيبي، انت راس الكاميرا يعني بتسجل كل حاجه بدماغك، مستحيل العب معاك انت لعبه الغميضه. لا لا هطفي الكاميرا، هطفي الكاميرا، ما تقلقش. طب هو انت يعني عبده مندو؟ اه انا عبده مندو يا ابني، انت مش يعني سامع صوت يعني كل ده؟ انا اصل انا بحسبك يعني خلاص بقيت راس الكاميرا وتنساني. لا يا عم كده بقى يعني. ما سيطرش عليا يا عم، ما تقلقش يا عم، ما تقلقش. يا عم اضربه في رجله، يا اضربه في رجله، خد دي في رجلك، خد يا دي في راجل. رجلك. يعمل لي ايه؟ مش عارف يعمل لي حاجه. طب خد انت دي بقى. ساعه الليزر الحركه. يلا يا معلم. ودلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين المفروض ان انا استخبى من راس الكاميرا ابو شاكوش، والله ما عارف شكله. ده هو اللي هناك، ده اجري ام كاميرا. على فكره لما بيتحول هنا في لعبه الغميضه دي بيبقى لابس شخصيه كده لونها ابيض. خلاص ممكن تستخبى فيني ام كاميرا. لسه فاضل 8 ثواني. لا 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 بسرعه بسرعه. خلاص اوكي اقدر اتحول لواحد من دول. حلو قوي. 3 2 1 انت فين؟ بس كده المكان ده بتاعي اسطوري جدا اسطوري. انا فين؟ انا في مكان كل الناس بيقعدوا فيه عشان يجتمعوا على راي واحد. بس دي اسهل حاجه. بس عرفت انت فين؟ انت فين؟ في غرفة الحمام. ايه ده؟ هما الناس بيجتمعوا في الحمام عشان يقولوا رأيهم لبعض؟ ايوه 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 دي الموضة الجديدة. ايوه استنى بس انا جاي يا جماعة، ده اللي لازم نقول عليه. اوكي ده جه الحمام، ده جه الحمام لسه شايفه معدي من قدامي. اوه ماي جاد. بس انا عرفت يا رب فين. يا رب كده في الوقت اللي بيدور عليا فيه الثلاث دقايق دولت ما يبقاش شايف حاجة قدام. ايوه يا لهوي يا لهوي يا لهوي. قرب مني قرب مني. وقع الكرسي اللي جنبي، وقع الكرسي اللي جنبي. ايه ده؟ لا ايه ده، وانا كرسي؟ لا انا مش كرسي. يا ام كامل ولا تتكلمش كتير يا ام كامل، عشان كل ما بتتكلم كتير كل ما بين النت قريب مني. ولا مش اذا روبان لو اتحركت نص ايه؟ اذا روبان هفجر المكتب. اذا روبان فجر المكتب، اعمل اللي انت عايزه انا ما بخافش. فجر ها يلا فجر المكتب، وريني انت ده، وريني عايز ده. لو انا هطلع بلاط فيك بلاط تاتش. انت فين يا شايفين يا عز؟ شايفين يا عز؟ انا اتحركت. انت ايش دعوه، انا عايزك تضرب اكتر كميه من كده عشان تموت في اخر دقيقه. هلمح لك انا قريب من ايه. والله فجر المكتب يا شباب، شوفوا انا الوحيد اللي صامل. انا مت. الوحيد اللي انت مت. هانت انا كسبت. ايوه كسبت، افرح. القنبله خلتني عملت الهيلس بتاعي كله للاسف. ماشي انت كنت فين يا في المكتب يا كنت فين؟ انا كنت البتاع اللي بتحط فيها الورق دي، عارفها اللي هي الحديده الطويله. ايه ده؟ طب انت الحديده الطويله اللي كان فيها اللي كانت ورا اللوحه. ايوه هي دي. اوه ماي جاد، والله طلع عنده بطاطس مش مخ. خلينا احنا نشوف راس الكاميرا فين ونقفشه ونخلص عليه. انا في مكان كده والله بيجتمع فيه كل الناس لما يحبوا يعملوا اجتماع. يبقى فين؟ في الحمام. انت بتقلي شوط عليا ياض ولا ايه ياض؟ ايه ده يعني انت في نفس المكان؟ وانا في الحمام بجد؟ ايوه في نفس المكان. انت قاعد شايفين شكلي؟ انا لابس نفس اللبس، مع اني محمود المحمص بس لابس نفس اللبس. تتحدى انا جبني. خلينا نشوفها فين. مش هنستخدم القنبله اللي هو استخدمها اللي ضيعت نص دم ودي يا شباب، عشان انت جبان مش هتقدر تستخدم القنبله اللي انا استخدمتها.
يا عمي انا جبان بس برضه ما ينفعش استخدم حاجه ممكن تخلص على دمي واموت واخسر، اهم حاجه فوز. دلوقتي 1-0 ليا، خلي الفرصه ليا. هو بيتكلم صح، هو بيتكلم صح. اوكي الكرسي ده خلينا نرميه كده، الكرسي ده نرميه كده. شوف يا شاب نستخدم الذكاء. ورينا ذكائك الطبيعي، ورينا. عمال يشيل الكراسي اهو. اوكي يعني انت شايفني. اجري. ما شافنيش وانا بجري. انت كرسي من دول؟ ما شافنيش وانا بجري. لا. انت جريت. انا لسه في المكتب. والله كسرت الفازة. اي كسرت. اوكي لا يكون تحت المكتب ولا حاجة. استنوا كده. ولا واحدة من دول. او ماي جاد. يا ابني انت مش شايفني يا ابني، انا واقف قدامك كل الوقت دوت يا حبيبي. يا حول الله. ايه ده انت ممكن تكون واحدة من دول؟ اي. لا يا عيال مش واحدة من دول. او ماي جاد. دول اربعة جنب بعض، طب اعمل ايه؟ طب استنوا انا اوقعهم. ايوه. ايه ده؟ والله هي يا شباب. هيموت. لا. هو الكرسي ده. اتنين صفر يا راس الكاميرا. مشكوش يا عزيزي. ماشي لازم اصلح. لازم اصلح السكور بتاعي يا شباب. استنى يا ابني السماعة بتجري يا ابني. انت فين؟ تستخبى فين؟ يلا ورينا نفسك هتستخبى فين. يلا ورينا. محدش يقول له انا فين، محدش يقول له في الكومنتات انا فين، لان عارف ان في ناس بتغشش. اللي ما حطش لايك انت بتتفرج على راس الكاميرا. مش عارف انا عم. مش عايز ايه لايك تاني يا عم. حط لايك واشترك في القناه. اوكي يلا يا مان. يلا مان. 8 7 6 5 4 3 2 1 استعد على خلبوس. على انت فين؟ انت فين؟ انت مش هنا ولا هنا. محدش يتكلم، محدش يقول له انا فين خالص. مش هنقرب له غير لما الدقيقة تيجي تلاتة. هنقرب له احنا فين. خليه يدور عليا ويقلب الدنيا عليا كده. انت فين يا؟ خلينا نروح نشوف راح فين. والله هناك اهو شباب، شايفينه؟ والله هناك اهو اهو في المطبخ. كان في المطبخ دلوقتي. استنوا نقف هنا. انت هنا. اجري يا كبر. انت في الحتة دي، انت في الحمام يا. انت عدتني مرتين ثلاثة يمكن. انت في الحمام. راس الكاميرا. لا مش في الحمام. انت في الحمام. ايه ده انا شكلي حلو ليه كده؟ الكاميرا بتاعتي فين؟ انت في الحمام. انا مش في الحمام قلت. شفت شباب انا بغششه زي ما هو بيغششني، بس حاجات بسيطة. مش هقول له انا فين. قدامك ثلاث دقايق المفروض تجيبني فيهم يا راس الشاكوش. عرفت تجيبني فيهم؟ عرفت. ما عرفتش خلاص. ام وين مان. هيبقى 3-0 ليا. اوكي يلا بسم الله. هو جنبي قوي. قرب. لا بعد قرب. شايفينه اهو بعد قرب. هادي بادي كرنب زبادي. شالوا حطوا كل على دي برغو. بعد كده. هو فين الواد ده؟ انا شفت حاجه بتتحرك. في كرسي بيجري. اوف يلا ايزي. انت كنت جوه المكتب ده اصلا؟ انت كنت عند المطبخ من الاول؟ انا كنت اللي انا بتدي وقاعد بتحرك حواليك اصلا. ماشي. والله الفرصه بقت اصعب دلوقتي، بقت 2-1. ماشي. انا هجننك، انا هخليك مش هتعرف تجيبني خالص. ماشي زعيم كامل. يو كان دو ات. يو كان كاتش عبدو ماندو راس الكاميرا او كاميرا مان شاكوش. يلا انا بسم الله. قلاويز. لسه اجيب البوليس. لسه. 6-5-4-3-2-1 I'm coming. انت شفتني؟ اوكي. ايه ده؟ سمعت حاجة بتتحرك في الحمام. لا مش في الحمام. انا مش في الحمام. انا مش اخدش الحمام اصلا. يعني انت مش في الحمام. لا. طب خليني العب معاك لعبة اللي هي حار بارد كده. ماشي. ايه ده؟ ايه كل الكراسي اللي واقعة دي؟ ولا دي تمويه؟ والله شكلها تمويه. اوعى حد فيكم يتكلم، لو اتكلمنا هنتقفشه. ربنا يسترها. ربنا يسترها. الواد شكله قريب مني. شكله قريب مني. والله مش شكله ده، اكيد انا قريب منك. اكيد.
اكيد انت كرسي. طب البطيخة دي جت امتى؟ اي اي بيفجر البطيخ تريميتي يا بطيخ. يعني انت شايفني ايه؟ يعني انت شايفني انت قدام اللوحة بتاعت راجل مرسوم على صدره نجمة. ده عشان محطش لايك. ودلوقتي انت بتقرا الكتب انت شلت كرسي وعطيته ودلوقتي انت بتشيل كرسي تاني وبتعطه ودلوقتي انت عملت هبل ايه يا عم؟ فينه فينه؟ مش هقول لك. يعني انت ممكن يبقى هنا يعني. كرر دلوقتي هو عندك كراتين. انا في اي مكان شايفك. طب هنا دلوقتي انت دخلت قدام الكراتين. ماشي يعني انت شايفني من هنا. شايفك من كل اتجاه. دلوقتي انت على تلاجة الكوكولا. دلوقتي انت عند الكراسي اللي واقعه في الارض. تقدر تضرب على الكرسي ده. تقدر تضرب على الترابيزه وتضرب في الازايز وتضرب في الكراسي. لا والله مستحيل. شايفك من كل اتجاه. طب عنده كده حار ولا بارد ولا ساقع خالص؟ مر. طب كده كده انت بتتنط كده. حار بارد ولا ايه؟ طيب ما انا لازم اعرف. حار كده. حار 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 قوي. صهج هوا. جيبولي هوا. طب ازاي انت كنت شايفني من هناك؟ طب عليه تعالى. هو حاجه من دول. هو ايه بقى؟ انا مش عارف. كرتونه يمكن. شنطه الفلوس. طازه. انا هطلع لك يا عم. انا زهقت. انا هو مكام. انا هو انا هو شايفني. ايه ده؟ ازاي ازاي؟ خد يلا خد يلا خد يلا. دمشتك صح؟ دمشتك جبتك؟ لا لسه جبتك. لسه يا عيال مستخبي جوه الكراتين. لا لا يا عيال جوه الكراتين يا عيال. اقسم بالله جوه. وده جري كامل. بص وراك بص وراك بص وراك. لا يا كلب يا كلب يا عفوت اللي انتي فضل دقيقة. لا لا دم دم. استنوا كده. تيري تي 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 مكمل. انا على الارض. انا وراك على فكره. بص وراك يا غبي. انا اهو. ايوه يلا على الباب. يلا عامل نفسي واقع على الباب. انت ده تيري تي 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 تي. لا يا عم راح فين؟ اقسم بالله ما شايفه. اقسم بالله. بص بص وراك. بص عند الباب التاني بقى. شفتني اهو عند. يلا ارجع اهو اهو. لا لا موت نفسه. كسبت 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 كسبت. اتنين اتنين. يا يا موت نفسه. انتحر مجنون. عيب عليك يا ابني. عيب عليك. جبت حقي جبت حقي. والله يا عيال كان ايزي. والله كان ايزي ميزي بيزي والله. اقول لك ايه يا ابني؟ اقول لك ايه يا حبيبي؟ بس حبيبي معلش. خلاويس يا عم مالك ريحه حواليك واتشقلب لك واعمل لك. والله زعلان دلوقتي. انت عارف اصلا ان انت جيت شلتني اصلا من شويه وانت في المطبخ. والله العظيم جيت بصيت عليا. او ماي جاد. والله انا غبي قوي كده يعني. يا عيني انت استخبيت ولا لسه؟ ايوه استخبيت يا حبيبي. والمكان اللي انا فيه ده بقى مستحيل تجيبني يا ماندوك. يا عم انت فين؟ اخلص هجيبك. يا عيال انا بقول لكم اهو عبده ماندو لو جابني في المقطع ده او كسب ما تحطوش لايك. انا متاكد ان المره دي مستحيل يكسب. ويلا بقى يا عبده يا انا يا انت. ومش هقول لك غير مره واحده لما تدخل الاوضه اللي انا فيها انا شايفك ولا لا. بس مش هقول لك بقى انت... انا شايفك خلاص خلاص. مش هقول لك مش هقول لك حاجه تاني خلاص. اقسم بالله بص هسيبك تلف حوالين نفسك. انا قلت لك ان انا شايفك صح يا شاب؟ ماليش دعوه بقى. يعرف يجيبني ما يعرفش يجيبني دي حاجه بتاعته هو. اوكي اوكي يلا شاب انا شايفه عامه. اوكي دلوقتي انت في مكان ايه ده؟ انت قريب قوي ليه كده؟ والله حاسه هيجيبنا. يلا شاب شوف قاعد بيدور عند الستاره اهو. دخل قدام اهو. اوكي شمال يمين. قاعد بيلف حوالين نفسه بيدور عليا. دخل عند الثلاجات بعد عني. اوكي مش مشكله. بعدت عنك. أوكي. انت كذاب. كذاب. تري تري تري. ماليش دعوه. انت هنا؟ عليك ما اكدبش عليك. قلت لك لازم افوز المره دي. والله انت هنا؟ قاعد ومتحول لكرتونه اهو. ايه ده قصدي يعني ما متش؟ هو استخدم القنبله صح؟ ده ما ماتش. ده بيضحك عليا. ده انا هيلث خمسه. دمك قد ايه؟ دمك خمسه؟ 35 بصراحه. حلوه قوي. استخدم الاجنه بقى. استخدم الاجنه اللي هي الحديده دي عشان خاطر لو لمست اي حد تاني ممكن تموت بالدم اللي معاك. استنى عشان عندي لاج. ماشي ماشي انت فين بقى؟
هو عند الكرسي طب اللي قريب مني. قصدي بعيد عني، بعيد عني. لا ما انا ممكن ما ابقاش كرتونه كده، ممكن ابقى كرتونه فيها حاجه مثلا. كرتونه فيها مثلا شيبسي. شيبسي ايه ده؟ انت عملت ايه يا ياض؟ الو؟ اوف جلا، اوف جلا، اوه لاج لاج لاج، اللاج انقذك يخرب بيتك كده. طب انت اتكلم، رحت فين؟ يس يس يس، مستحيل يا جدعان. رحت فين يا اسطى؟ انا يا جدعان انا جبته والله يا جدعان، بس اللاج انقذه، انتوا شفتوه. انا اتحولت لحاجه تانية يا عبد. ما هو ده ظلم بقى، ده ظلم. حاجه بقى لونها برتقاني كده. والله ده ظلم يا اخي، والله ده ظلم. انت اطلع يا مكمل، يلا اطلع، شايفك اطلع اطلع، ما تتعبنيش اطلع. مش انا، مش انا اداك، انت في اوضه ثانيه يا حبيبي. ايه ده بجد؟ هكت عليك، انا عارف ان انت، والله كنت عارف ان انت. اقف يلا، اقف هموتك، اقف. هرب ثاني بسبب اللاج. والله يا جدعان انا قفشت مرتين، خليكم مشاهدين. انت فين؟ انت فين يا عم البرتقاني؟ خلاص اتحولت لحاجه تانية يا حبيبي. حولت ايه يا اسطى؟ انا فاضل لي طلقه يا اسطى، والله حرام. ربي موت يا اسطى، انا عايز اقول لازم الجوله دي افوزها، لازم ابقى 3 2 لازم. طب اطلع، شايفني يا اسطى الوقت هياخد. شفتك طبعا، شايفني، شفتك طبعا، شفتك طبعا، شفتك انت... ولازم اخبي سري واسكت ان انت شفتني او انا شفتك عشان اكسب، وهكسب يعني هكسب. شفت تتوقعوا مين اللي هيفوز في الجوله الاسطوريه دي؟ والله راس الكاميرا اللي هو محمود. انت فين يا محمود؟ في الكومنتات دلوقتي. انا شايفك انت في المكتب. حسن انت فين بقى؟ أوكي. في المكتب. ما اقدرش اتحول لحاجه تاني، حرفيا اتحولت لزرعه. انت كدابة يا حلاوه. والله انا زرعه، والله انا زرعه. انت ده، ما انا مش هينفع اضرب، مش هينفع اضرب حاجه. خمن انت حظك. لازم لازم. طيب انا مش في المكتب اللي انت فيه. طب احلف. والله في المكتب ده. بس خلاص تعالى لي يا عبيده، تعالى لي. فاضل كام ثانيه بس اجهز الشجار. انت زرعه من الاثنين دول، مفيش زرعتين جنب بعض. انت يا اما دي يا اما دي. انا موتك. ايه الدم ده ازاي؟ والله اخر طلقه. اوبا يلا، اقسم بالله كان هيلسي خمسه يا شباب. عارف دي لو كانت اتضربت غلط كنت انا خسرت. اوفا يا عم، دي جولة المكسب كده، التعادل يا شباب، دي جولة المكسب. تعادل ايه يا حبيبي؟ 3 2 ليا يا حبيبي، 3 2 يعني. انت نسيت ولا ايه؟ يعني كده لو انا جبتك نتعادل. انت ناسي ان انا جبتك الجولة اللي فاتت ولا ايه؟ لازم اجيب الجولة دي يا اسطى. انا مش لاقي مكان يا اسطى استخبى فيه يا اسطى. استنى شوية، استنى شوية. عد يا رب يا رب. 1 2 3. عديت خلاص، انا يعني ظهرت. يلا بسم الله يا شباب، بسم الله. الحمام. ايه ده؟ الباسكت ده ما كانش، لا هنا الباسكت ده، هنا الباسكت ده، هنا بالضبط. حمام، حمام ما فيهوش حاجه. تمام، اقفل بقى باب الحمام ده عشان ما يجيش فيه. حلو حلو. سمعت حاجه بتتحرك هنا، والله سمعت حاجه بتتحرك هنا. لاكونه يا جماعه في الحمام. قول انك عديت من قدامي. صح؟ يس. يعني انت كنتش في الحمام؟ لا. اوكي انت فين؟ اوكي ركز يا عم، ركز يا شباب، معلش سيبوني مركز. مش في المطبخ انت؟ لا لا لا. اوكي اوكي ركز يا ام كامل، ركز يا ام كامل. الكارتين دي وقع علي. يا دمي دمي كان 90 بقى 55 مره واحده يا كذاب. بالله والله دمي 30، والله دمي 30. يا عيال اعمل ايه؟ لازم اشيل حاجه كده، لو ضربت حاجه بالغلط هموت. اجري يا عبد بنت. يا مكمل بطل لعب الصناديق الزباله والصناديق اللي جنبك ديت، بطل لعب يا حبيبي. انا قدامي باب مفتوح. دمي خمسه، دمي خمسه، دمي خمسه، دمي خمسه يا مندو. استسلم. هتستسلم؟ استسلم. استسلم. ليه يا اسطى وصلت دمك لكده؟ طب هخليك تكسب. ماشي ماشي. بص وراك 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 وراك. ايوه شايف الكراتيله قدامك دي؟ اضرب فيهم قنبله. انا انا كرتونه منهم، ما متش غبي عشان هيلسي 200. اوه ماي جاد. اوه
كده شوف عاد فاز كام جوله، فاز كام جوله، ضحكت عليك. انا فزت واحده وهو فاز ثلاثه. لا طب يا شباب قصه المقطع، انا اكون مقطع النهارده عجبكم زي ما شفتوا يا شباب. يعني اللعبه كان لعبده طبعا هو اللي فاز راس الكاميرا الله يسامحه بقى ويرحمه مطرح ما راح بعد ما انا مت يعني. فاشوفكم ترجع على خير، لا تنسوا تعملوا سوشيال لايك على المقطع ده والاشتراك في القناه، تابعوا قنواتي على اليوتيوب وحساباتي على انستغرام وعلى الفيسبوك والتيك توك، وكمان ما تنسوش تتفرجوا على كليب مكمل الزومبي. احبكم جدا احلى ناس في الدنيا، واستنوني في لعبه غمضه تانية مع وحش جديد تقريبا. هو شباب كده قال كل حاجه، فانا مش محتاج بقى ان انا اقول حاجه يعني. تمام كده يا شباب، سلام.